مستمعين الكرام تتواصل الانطلاقات والتحديات مع تواصل سلسلة أشواط هذا الصباح شوط ويتلوه الآخر وينطلق بحفظ الله ورعايته سابع الأشواط وسابع التحديات هذا شوط مخصص لفئة الحقائق أو اللقاية الابكار المفتوح وآخر الأشواط المفتوحة من بعده بإذن الله تعالى سوف نبدأ وإياكم بأشواط الإنتاج والمنتجين البداية مباشرة والمركز الأول مع انطلاقه العيديه لسيد عمير بن صالح بن ناصر النعيمي يتقدم مع العيديه على المركز الاول نقلتنا الى المركز الثاني نشوف نتابع اللي على المركز الثاني وزن وزن اللي على المركز الثاني لسيد علي بن ناصر بن جار الله على المركز الثاني المركز الثالث تصل وتنطلق على مستوى المركز الثالث المتسللة طناخة لسيد محمد بن صالح بن حمد القمرة ينطلق مع طناخة على مستوى المركز الثالث ولكن دخول عليها وتسلل من قبل معزة لسيد سعد بن محمد بن سعيد بن حلفان يغير مع معزة إلى المركز الثاني ومباشرة من الثاني إلى مقدمة هذا الشوط نشوف المركز الرابع نشوف رابع المراكز ورابع المنطلقات الواصله مزنه للسيد منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني مع مزنه على مستوى المركز الرابع بينما خامسا المنطلقه مع المركز الخامس هذه وزن ان صح التعبير مسجل لدينا وذن ولكن يبدو لي انها وزن للسيد علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله ويقودها علي بن سالم بن سنيد الدعيه في عمليه المتابعه في هذا الشوط العوده الى الصداره بعدما اتممنا النداء الاول على مسامعكم نعود الى المقدمه والى مقدمة هذا الشوط والى المركز الأول معزة معزة للسيد سعد بن محمد بن سعيد بن حلفان ينطلق مع المركز الأول مع معزة مع بداية هذا الانطلاق شعار زعزعة شعار الإنجازات ينطلق مع البداية قدم الأسماء المميزة وهذا هو أيضا يقدم نجمة أخرى من نجوم عزبة بن حلفان مع المركز الأول ومع الصدارة مع اندفاعة معزة المركز الثاني المركز الثاني الواصلة والمتسللة إلى ثاني المراكز وصلت وانطلقت في هذه اللحظات الضبية الضبية قادمة مع أول نداء لسيد حارب بن حسين بن محمد الكبيسي ينطلق مع الضبية على المركز الثاني أول مرة نذيعها اللي هي الضبية المركز الثالث أشوف الأسماء يا سلام بدأت تقتحم دائرة النداء والإذاعة شوف 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 الأعداد سيل جارف من اللي قايل ابكار تنطلق مع المركز الثاني والثالث والرابع والخامس يا سلام المركز الثالث شعار الصيري من يصل وينطلق مع الماردية البراق بن راشد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين من أقوى الأسماء المشاركه في هذا الشوط وايضا المتسلله في هذه اللحظات العيدية عمير بن صالح بن ناصر الرمزاني نعيمي ومن هذا اللي غيرت ما شفناها المتسلله الى المركز الاول مباشره جيلان جيلان خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي غير مع جيلان الى المركز الاول الى صدارة هذا الشوط انطلقت جيلان انطلقت في البداية انطلقت بالمركز الاول هذا الانطلاق الممتاز لكن دير لي بالك من الواصلة على المركز الثاني القادمة العيدي عمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي وشعار العجب واصل شعار الشهواني مع مزنة منصور بن فيصل العجب الشهواني والمركز الرابع الله على هذا الوصول الخطير وصلت وانطلقت ناصر محمد بن شفيع بن راشد الف هيدي السلام شعار خطير شعار خطير ومثير حقق نقطتين في يوم الامس في الفتره الصباحيه مع فخر ومع البيرق ينطلق مع ناسيا على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع الله يا سلام الواعي احمد بن جابر بن علي لبريدي والمركز الخامس ايضا تسلل جديد من قبل الواصله آه شعار المجدور يبدو لي لحظات لنتعرف عليها ولكن العودة العودة إلى البداية وإلى المركز الأول بدأ الانطلاق بدأ التحدي يلا يا السلام يا سلام على هي العادية هي العادية 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 أبت إلا وأن لا تسلم المركز الأول طارت بالصدارة طارت بالصدارة هذه تضع الفارق المستحيل مما بينها وما بين بقية الأسماء تنطلق مع الصدارة عمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي مع المركز الأول طارت العادية طارت بالناموس مع شوط الختام للأشواط المفتوحة ينطلق بن عمير ينطلق مع العادية سلام يا هي سلام تحية واحترام على هذا الفوز على هذا الانتصار وعلى هذا العرض الفنان تنتزع المركز الأول بكل جدارة واستحقاق هنيالك. على هذا المال الطيب المركز الثاني مزنه لمنصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني المركز الثالث الواعيه لحمد بن جابر بن علي البريدي المركز الرابع